مؤسسة الأوقاف والشؤون القصر هي المؤسسة المسؤولة عن الأوقاف في إمارة دبي والنظارة عليها، وكذلك شؤون القصر والقاصرين في إمارة دبي. نتكلم عن الأوقاف. المؤسسة فيها خمس مصارف، اللي هي مصرف التعليمي، مصرف الصحة، مصرف الشؤون الإسلامية والمساجد، مصرف عموم الخير، وشؤون الاجتماعية. فهي خمس مصارف تديرها المؤسسة. المصارف اللي نحن اليوم نبغي نعزم ونطلع وندعو أهل الخير في الدولة والإمارة، اللي هي المصارف مثل مصرف التعليمي، مصرف الصحة، مصرف الشؤون الاجتماعية. ليش؟ إن اليوم مع الأسف التوجه المسلمين تضيق وتقلص في أوقاف مثل بناء المساجد. المسجد هيوصلك الخير، الأوقاف الثانية توصلك الخير. لما تدعم وتتكفل بيتيم يوصلك إلى الجنة، توقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى. فأنت أي خير تسويه توصلك، بس نحن لازم نشوف شو هي أولويات المجتمع عن طريق بناء أوقاف. هل هي المساجد الأولويات للمجتمع، أم الأمور الثانية مثل بناء مدارس، مستشفيات، عيادات، مباني موقوفة على دعمتكم للمرضى الموجودين في مستشفيات الدولة اللي ما لهم عائل ولا لهم أموال أن يطلعوا من المستشفى، فيظلوا في المستشفيات بفترة أطول، فبالتالي يكون تكاليفهم أكثر. فنحن نعزم وندعو المجتمع أن تدعمنا وتساعدنا في بناء هذه الأوقاف لخدمة ودعم المجتمع.